بيكذبوا على الناس مش قادرين تحموهم. الجيش والشرطة بيحمونا والحمد لله الدنيا أمان. الجيش والشرطة بيحمونا وكله أمان والناس عايشة بأمان. ايه يا ست الجيش والشرطة ايه مية مية وكده، واحنا قاعدين على حسهم وعلى حس الجيش الرئيس السيسي، على حس الرئيس بره. الجيش والشرطة أمان والحمد لله ان احنا عايشين في أمان. ربنا ديم علينا نعمة، كفاية نعمة الأمان اللي احنا عايشين فيه. الشرطة والجيش بيمثلوا حاجات سيادية في الدولة المركزية، فما ينفعش لو وقعوا الدولة وقعت خلاص. لو انا عايز اخلي ابني يا ظابط ما فيش مشكلة. ايه المشكلة يعني؟ التحريض ده مش هيهد من همتنا ولا من يهد من املنا يعني.